الميم في ناس كتيرة يعني المصطلح بيلخبطه، لأنه بيعتقد إن البي بيلدينج في خاص بالمباني كفيلا و و هل الميم نقدر نستخدمه في الطرق أو في المدن؟ نعم. هلا للاسف البيم اسمه Building Information Modeling، ولكن هو بيطال كل انواع البيلت انفايرمنت وكل انواع structures. هلا طبعا ضمن البيم، اذا اعتبرنا انه بيم هي مثل مثل ترم واسع، ممكن يدخل ضمنه Bridge Information Modeling، Rail Information Modeling، ولكن حتى الناس ما تلخبط حالها واذا نسمع كلمه بيم لازم يعتبروا انه بيم بغطي كل انواع مشاريع الكونستراكشن، كل البيلت انفايرمنت بشكل عام.